ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الترم الثاني يا جماعه احنا عايزين نشتغل اكتر من الترم الاولاني شويه، لان احنا ما خدناش حاجه في الترم الاولاني. ف احنا كل اللي خدناه في الترم الاولاني هو الترانسميشن لاين والبريونيك سيستم، وده يعني جزء صغير جدا في الباور سيستم. العدد اللي دخل كام دلوقتي؟ عدى ال 20 يا شباب؟ يا شباب معاك يا دكتور. نعم يا دكتور، مع حضرتك. بقول لك عدى ال 20. واحد و... 21 كده. طيب احنا عندنا اللي هو باور سيستم 2، طبعا هو امتداد او تكمله باور سيستم 1. في الترم الثاني هشتغل كل شغلي هيكون منصب على اللي هو الفولت اناليسيس. كلمه فولت زي الشورت سيركت، بس بقسمه الى جزئين. جزء بسميه انسيمتريكال فولت او انسيمتريكال فولتس، يعني كشورت سيركت انسيمتريكال، واللي هو السيمتريكال فولت. طبعا لما بتكلم على الانسيمتريكال والسيمتريكال، فأنا بعمل دراسة في الشورت سيركت بجميع أنواعه، بجميع أنواع الشورت سيركت اللي هي المفروض إن أنا بدرسها في الترم الثاني. أنا طبعًا عشان أشتغل على الشورت سيركت وأعمل له أناليسيس فممكن أشتغل عادي، ما عنديش مشكلة، بس طبعًا في حاجات المفروض إن أنا أستخدمها تبسط لي الحسابات أو الشغل بتاعي. زي بالظبط في الترم الأولاني قلت لك ان انا باخد البريونيك سيستم اللي هو شابتر 4، وده يعني هنستغله برضه في تبسيط الحسابات في الباور سيستم، ودرسنا هذا الكلام وشفنا البريونيك سيستم. لذلك انا عندي في الترم الثاني عندي 3 شابترز. المفروض ان انا ببدا بشابتر 5، وشابتر 5 ده معناه سيمتريكال كومبوننتس، يعني الكميات المتماثلة. فكلمة symmetrical component ده شابتر 5، ده ليه بقى الشغل الأساسي بتاعي، وهو شابتر 6 اللي هو unsymmetrical faults، وشابتر 7 symmetrical faults. يعني أنا لو ماجي الدراسة بتاعتي منصب على 2 شابترز فقط، وهو شابتر 6 وشابتر 7، بس اللي بيخدمهم هو شابتر 5. ولذلك عايزين ناخد شابتر 5 نفهمه، وبعدين لما ادخل الشورت سيركت بجميع انواعه، اذا في هذه الحاله الاقي نفسي بعمل الحسابات او الاناليسيس بتاعت الشورت سيركت في منتهى البساطه. يعني شابتر 5 زي ما مكتوب قدامكم عباره عن السيمتريكال كومبوننتس، اجي على شابتر 6 واقول شابتر 6 كده او شابتر 6 وهو الانسيمتريكال فولتس. انسيمتريكال فولتس او بيسموها شورت سيركت، ده شابتر 6 انسيمتريكال. بيجي شابتر 7، لو شابتر 7 ده اسمه سيمتريكال فولتس او سيمتريكال شورت سيركت. يبقى ده شابتر 6 ان سيمتريكال، شابتر 7 وهو السيمتريكال. يبقى شغلي كله منصب في الترم الثاني على حسابات الشورت سيركت كارنتس، ممكن اجيب الفولتج وكل حاجه. طيب لو انا بتكلم على الان سيمتريكال فولتس، عندي انواع منه. عندي نوع اسمه الشنت فولتس، يعني معناه من الفيزر الارضي، وفي نوع تاني اسمه السيريس فولتس، والسيريس ده معناه يعني جاي كاوبن كوندكتور. ده بالنسبه لمين؟ للانسيمتري.
انا عندي اسيمتريكال سنجل لاين يعني فيزا متوصله بالارض في ستيل مع بعض، في ستيل مع بعض توصلوا بالارض، ده كلهم انواع اسمها اسيمتريكال وشامبر، لان هم ده بقول ايه فيزا بالارض بدل شامبر، في ستيل مع بعض، في ستيل مع بعض بالارض برضه ايه شامبر. لما اجي على السيريز برضه في الاسيمتريكال الاقي مثلا وان اوبن كوندكتور يعني موصل مفتوح، واحد يقول لي مفتوح هو بالسيركت ار، هشرحه لك بالتفصيل يعني معناها فورد ار، تو اوبن كوندكتور يعني موصلين برضه مفتوحين هنشرحهم في حين، ده كلها انواع الاسيمتريكال سواء بتكلم على السيريز زي وان اوبن كوندكتور او تو اوبن كوندكتور او الشنط اللي هو سنجل لاين تو جراوند دبل لاين يعني فيزا مع فيزا دبل لاين تو جراوند يعني في ستيب توصلوا مع بعض. شابتر 7 بيتكلم على السيمتريكال، ما معنى كلمه السيمتريكال؟ يعني الثلاثه اللي هم الثلاثه فيزز توصلوا مع بعض يعني حصل لهم قسم مع بعض توصلوا مع بعض راحوا على الارض، فبسمي الحاله دي سيمتريكال فولس او بنسميها سيمتريكال شورت سيركت. انا اقدر اعمل الاناليسيس بتاعه السيمتريكال والانسيمتريكال عادي، بس طبعا هيعوز مني هارد يعني ايه شغل صعب في الايه في الحسابات او تايم كونسيومنج برضه عادي. اتجنب القصه دي ازاي انا؟ بتقولنا على طول ده الشابتر اسمه السيمتريكال كومبوننتس. السيمتريكال كومبوننتس يعني معناها بالعربي الكميات المتماسكه، معنى كلمة كميات متماسكة يعني أنت بتجيب لي ثلاث كميات متساوية. فإذا المفهوم العام لكلمة السيمتريكال كومبوننتس هو عبارة عن تولز بستخدمها لحل تو سولفينج اللي هو الانسيمتريكال بروبلمز بتاعت الثلاثة فيز. إذا مفهومك حتى السيمتريكال كومبوننتس هي عبارة عن تولز يعني أداة بستخدمها في لحل اللي هو مشاكل الثلاثه فيز البالانس. انتوا عارفين السيستم بتاع اللي شرحته الترم الاولاني، السيستم بتاعك ممكن يكون متزن او غير متزن، وانا شرحت مره قبل كده قلت ان احنا لما جينا على ترانسميشن لاين لكن كنت بمسك السنجل لاين ديجرام بتاعت الترانسميشن لاين كنت باخده بير فيز، وبير فيز معناه ايه؟ يعني ان انا اخدت في اعتباري ان السيستم بتاعي بالانس، ولذلك عملت الحسابات بير فيز. لو انت سعادتك خدت السيستم ان بالانس يبقى ما ينفعش تقول ان انا هاخد الحسابات بتاعتي بير فيز، ولكن انت ان يور كونسيدريشن بتاعك اعتبرت ان السيستم متزن وبناء عليه عملت الحسابات بتاعتك بير فيز. طيب النهارده انا بقول اللي هو الفورت اللي بيحدث عندي ان بالانس، طيب انا عايز احلله، فانا ممكن والله اشوف طريقه اعمل بيها الاناليسيس بحيث ان انا احول الان بالانس بروبلمز الى بالانس. ازاي؟ طب اقول لك بالسيمتريكال كومبوننت. لما اقول لك ما هي تعريفك او ما تعريفك بالسيمتريكال كومبوننتس تقول لي عباره عن طريقه اسمها تولز فور سولفينج ان بروبلمز او سوري ان بالانسد بروبلمز اوف بولي فيس سيركتس، عباره عن تولز فور سولفينج problems of unbalanced polyphase circuits. ده تعريف السيمتريكال كومبوننت. اللي عايز يكتبها اكتبها ورايا لحد ما تشوف الكتاب ولا حاجه، ولكن هو تعريف السيمتريكال كومبوننت وعباره عن tools for solving اللي هو problems of unbalanced ثلاثة فيس سيستم. امتى يكون السيستم متزن؟ لو كانت الزد اللي موجوده بير فيز ايدنتيكال، لو كانت عندك السيستم بتاعك امتى اقول ان هو متزن؟ وخدناها في السيركت الثلاثه فيز، لو كان عندي الزد على كل فيز، اصل كلمه ثلاثه فيز
احنا عملنا قبل كده طبعا جنريشن للثلاث فيز، وعارفين ان هو ثلاث كميات في الشفت منهم 120. امتى تقول وطبعا بتوصله اما دلتا وستار، الكلام ده اشبعنا منه في الكلام. امتى السيستم يكون بتاعك متسق؟ لو كانت الزد غير فيس متسق ايدنتيكال، نعم متساوي، وبالتالي سعادتك لما تيجي تحسب التيارات مش شرط تحسب التيارات في كل فيس، لا، طالما الثلاثه امبيدنس هم موجودين على الثلاثه فيس ايدنتيكال ممكن احسب التيار على واحده يعني على فيزه وشفته بال 120. طبعا التيار هيطلع لك بزاويه تقول التيار اللي بعده بالماجنتيود نفس الماجنتيود في الشفت اللي بعديه 120 اللي بعديه 240 وخلاص، يعني نفس الماجنتيود بتاع التيار. اذا التيار هيكون عندك القيمه بتاعته ثابته مع في الشفت المتغير ده لو السيستم عندك متسق. كلمه متسق يعني ثلاثه زد موجودين على الفيسز ايدنتيكال. لو السيستم غير متزن اكيد ثلاثه امبيدنس الموجودين على الثلاثة فيز مختلفين، وبناء عليها تحسب التيار في كل فيز. ده على فلاسة كده. وكلمة الثلاثة فيز ممكن يكون لود، يعني لود في صورة معوق. اللمبة ممكن يكون ثلاث لمبات موجودين على كل فيز. موصلة على كل فيز لمبة عادية كمان في المعمل. بس اللمبة اللي هنا مش قد اللمبة اللي هنا مش قد اللمبة اللي هنا في الباور بتاعتها. وبالتالي ده مش متزن. إذا في هذه الحالة، وأكيد أنتوا عملتوا حاجات زي كده في المعمل، إذا السيستم بتاعك مش متسق. طيب، إيه الجديد اللي عندنا النهارده؟ الجديد إن أنا همسك، إحنا عندنا الثلاثة فيز بتوع عبارة عن ثلاث كميات غير بنتكلم على بالانس سيستم، غير متساويين في المقدار وفي الاتجاه، يعني كالآتي، ثلاث كميات يعني الكمية الأولى والثانية والثالثة. يعني لو اتكلمنا على الخطة او على طيار مثلا ده الفي اي ده الفي بي الفي سي، يعني ده لا يساوي ده لا يساوي، والفيز شيفت ما بين الثلاثة مش 120. فالاناليسيس بتاع هذا الكلام هيكون طبعا صعب عليك. اعمل ايه؟ قال لك بسيطة، مش انت عندك ثلاث كميات؟ اه عندي ثلاث كميات، وهو عبارة عن الفي اي الفي بي الفي سي، يعني الفيزا الاولى والثانيه والثالثه الفوتو بتاعها، او الاي اي والاي بي والاي سي، يعني التيار بتاع الاولى والتيار بتاع الثانيه والتيار بتاع الثالثه، يعني او الاي اي الاي بي الاي سي. طيب ايه المطلوب منك؟ قال لك اذا هتجيب يا جميل انت ثلاث كميات مطبقين للثلاث كميات اللي عندك. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه في السيمتريك كومبوننت؟ هجيب ثلاث كميات مطبقين للثلاث كميات اللي عندي اللي هم الثلاثة فيز، بس هسمي الثلاث كميات بتوع الجديد في التسمية بوزيتيف سيكونس نيجاتيف سيكونس زيرو سيكونس. يبقى إذا التحليل بتاع الجديد اللي أنا هبدأ فيه دلوقتي هجيب ثلاث كميات في العدد يساوي الثلاث كميات بتوع الثلاثة فيز، يعني الـ VA أو الـ IA والـ VB أو الـ IB والـ VC أو الـ IC دول ثلاث كميات، هجيب زيهم ثلاثة بس هسميهم المرة دي بوزيتيف سيكونس نيجاتيف سيكونس زيرو سيكونس. فاذا في هذه الحاله اجيب ثلاث كميات واسميهم بالتسميه. كلمه بوزيتيف سيكونس عايزين نعرفها، طبعا هكتبه دلوقتي ونعرف، عباره عن ثلاث كميات متساويين في المقدار يعني في الماجنتيود الفيز شيفت 120 ويطبقوا مين السيكونس الاصلي. كلمة بوزيتيف يعني يطابق كونسايز ويز اللي هو اوريجينال سيكونس، يعني يطابق السيكونس الاصلي. السيكونس الاصلي انت ماشي بيه زي الالفابيتك بتاع اي بي سي، لما تقول بوزيتيف سيكونس برضه هيبقى اي بي سي، بس عشان اعرف وافرق ما بين ده بوزيتيف سيكونس دول ثلاثة فيز هسميه ده عباره عن اي 1 بي 1 سي 1. اذا كلمه 1 هترمز الى بوزيتيف سيكونس باول مقدار او اول كميه بجيبها بسميها بوزيتيف سيكونس كومبوننت. تعرفها 3 فيسز ايكوال الماجنتيود وذ فيس شيفت 120 ان اون سايز يطابق ذا اوريجينال سيكونس، يعني اللي هو
الاصل. احنا عند الاصل ماشي ايه؟ نكتبها بالتفصيل. اكتبها لكم بالتفصيل. يبقى انا عندي اللي هو اول حاجه اوصل السيكونس رقم واحد بوزيتيف سيكونس كومبوننت تحته كده بنسميه كده بوزيتيف سيكونس او سيكونس ده بوزيتيف سيكونس. طيب تعريفه تعريف البوزيتيف سيكونس عباره عن 3 فيسز ايكوال الماجنتيود وذ فيس شيفت 120. يعني اذا الازاحه الزاويه ما بين كل فيزا والثانيه 120 ان كونسايدس وذ ذا اوريجينال سيكونس. يعني نبدا الاوريجينال سيكونس هو اي بي سي. الجديد عندي في البوزيتيف سيكونس هيكون اي 1 بي 1 سي 1. يعني كلمه 1 اللي هي هترمز للبوزيتيف. تعالى نرسمها الفيزا الاولى بالدي اي 1 بعدها ب 120 في بي 1 بعدها ب 120 في سي 1 يبقى دي 120 120 120 ده بالنسبه للبوزيتيف سيكونس. يبقى اول حاجه تعريف للبوزيتيف سيكونس عباره عن 3 فيسورز ايكوال ان ماجنتيود ويز فيس شيفت 120 and have sequence coincides يطابق the original sequence. ال original sequence A B C يطابقوا يبقى A A B B C C. بس انا عايز افرق ما بين البوزيتيف والعادي بحط ليبل 1 يبقى A 1 B 1 C 1 يبقى ده بوزيتيف. وين في الشيفت 120؟ ده رسم تحت. نروح على 2 هو النيجاتيف سيكونس. نيجاتيف سيكونس كومبوننت نيجاتيف سيكونس نيجاتيف سيكونس نيجاتيف سيكونس كومبوننت اللي هي نيجاتيف خلاص. يعني ممكن اعترفت ان هو نيجاتيف. يعني كلمه بوزيتيف بتطابق نيجاتيف. انت بتقول لي نيجاتيف يعني اكيد لا يطابق. انت بتعرفه برضه 3 فيسز ايكوال الماجنتيود وذ فيس شيفت 120 اند هاف سيكونس هيطابق؟ لا اوبوزيت يعني ضد زي اوريجينال سيكونس. يعني لازم يحصل بدل. يعني مثلا احنا بنقول الاصل عنده A B C. الاصل عنده السؤال بس الاصل عندي A B C. هل في النيجاتيف سيكونس هقول A B C برضه؟ لا لازم اقول A C B. A C B فانا قدمت السي على البي اذا هو اصبح نيجاتيف. وده مهم في عالم الكهرباء قوي. يعني لما يقول لك ان في جاي الكهرباء معكوسه معناها مش في السيكونس الطبيعي بتاعها. ثلاثه فيز مش جايين في السيكونس الطبيعي. السيكونس الطبيعي A B C. لما اجي اقول A C B فده نيجاتيف. يبقى كلمه نيجاتيف سيكونس 3 فيسز ايكوال ان ماجنتيود ويز في شيفت برضه 120 اند هاف سيكونس اوبزيت ويز ذا A اوريجينال سيكونس. طب تعالى ارسمه. فانا لو جيت هنا وقلت مثلا يعني انا عندي السيكونس الاصلي A B C في النيجاتيف يبقى A 2 C 2 B 2. يعني كلمة 2 معناها نيجاتيف. دي معناها 2 اللي جنب ال 2. طب تعالى ارسمها. يبقى عندي ال V A 2 V A 2 بعدها V C 2 بعدها الـ VB2. أنا واخد الدوران يا شباب كده زي قبل. يبقى V2 C2
سي شوف سي سي معناها اللي انت عكسها طبعا 120 هنا 120 هنا 120 يبقى A2 C2 B2 فانت عكست ده نيجاتيف سيكونس فانا اتعرفت على النيجاتيف سيكونس اتعرفت على البوزيتيف سيكونس طيب نروح للجزء الثالث اللي احنا قلنا هنجيب ثلاث كميات ومسكوا الثلاث كميات بتوع الثلاثه فيز اكيد الزيرو سيكونس يبقى انا عندي حاجه اسمها زيرو سيكونس ثالث حاجة عندي اللي هو الزيرو سيكونس في صوت اللي عنده المايك بيعمل صوت في لوش عنده يقفل الزيرو سيكونس ثالث حاجة رقم ثلاثة زيرو سيكونس زيرو سيكونس كومبوننت زيرو سيكونس كومبوننت يعني زيرو زيرو سيكونس اسمها زيرو سيكونس طبعا انا عندي الـ A برضه A B C دي برضه هتبقى A زيرو B زيرو C زيرو يبقى ده عادي خالص طبعا 3 فيز ممكن بزيرو سيكونس انا ده 3 فيز ايكوال الماجنتيود with phase shift zero يعني هنا الفيز شيفت زيرو عن ثلاثه متوقعين على بعض يبقى اذا في الزيرو سيكونس عباره عن 3 فيسز انت عارف خلاص اصبحوا 3 فيسز ايكوال الماجنتيود with phase shift ايكوال زيرو طب ازاي يترسم اهو في اي 1 في اي 0 في اي 0 في في 0 ال في سي زيرو طبعا ده بيساوي ده بيساوي ده خلاص يبقى هم بس متفقين على بعض بيوازي بعض يعني متفق على بعض بيوازي بعض يا شباب يعني متفقين على بعض يعني طالما الخط بيوازي الخط يبقى الزاويه بتوي السجن هي تعتبر زيرو وبالتالي يبقى انا جبت ثلاث كميات تالت تعرفهم بسرعه اول كميه اسمها بوزيتيف سيكونس تاني كمية اسمها نيجاتيف سيكونس تالت كمية اسمها زيرو سيكونس تعريف البوزيتيف سيكونس 3 فيسوس ايكوال الماجنتيود ويز فيس شيفت 120 اند هاف سيكونس كونسايدس يطابق ذا اوريجينال سيكونس ويطابق الاصل وانا رسمتها نيجاتيف سيكونس برضه 3 فيسوس ايكوال الماجنتيود ويز فيس شيفت 120 And have sequence مش يطابق لا عكس اللي هو اوبوزيت بالنسبه للاوريجينال سيكونس بدل ما تقول A B C انت تقول A C B الزيرو سيكونس عباره عن 3 فيسز ايكوال الماجنتيود ويز فيش كام؟ زيرو يبقى انا جبت ثلاث كميات يضاهوا او يساووا اللي هم الثلاث كميات بتاع الثلاثه فيز اذا كل فيزه هحللها الى ثلاثه كومبوننت ركز بقى من اللي جاي بقى احلل كل انا بعمل ده كله عشان ابسط الحسابات عندي وانا داخل على حسابات الشورت سيركت بجميع انواعها عايز ابسط على نفسي يعني تولز بستخدمه زي الدليل بالظبط تولز بستخدمه يعني السيمتريكال كومبوننتس هي تولز التحدي اللي هو المسائل او المشاكل بتاعه الان بالانس الثلاثه فيز نيجي بقى على كل فيزه سواء انت بتتكلم على فولت او بتتكلم على طيارة هتحللها الى ثلاث كميات نبدا بالفيزا الاولى نركز يبقى انا دلوقتي هبدا بالفيزا الاولى هقول ال في اي ال في اي هحلله الى ال في اي 1 اللي هو البوزيتيف زائد ال في اي 2 اللي هو النيجاتيف زائد ال في اي 0 معدل رقم واحد. ده بالنسبه للتحليل بتاع في الجزء في الايه؟ سواء بص سواء بنتكلم على الفولت او على الطيارة. الفي بي احللها الى الفي بي 1 بلس الفي بي 2 بلس الفي بي 0 معدل رقم 2. نروح للفي سي احللها الى الفي سي 1 بلس الفي سي 2 بلس الفي سي 0 معدل رقم 3.
نبص مع بعض كده ليه اللي هو المعادلات اللي انا كتبتها لك. خدت الفيزياء الاولى اللي هو فوكت بتاع الفيزياء الاولى فيزيائيه حللته الى ثلاث كميات اللي احنا قلنا عليها بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو، ورحت على الفيزياء البي برضه حللتها الى ثلاث كميات البوزيتيف واحد على البوزيتيف النيجاتيف وبعدين زيرو، ورحت على السي حللتها الى ثلاث كميات البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. سواء حضرتك بتتكلم على فولت او تيارات، يعني ممكن اطلع التيار الاي يساوي الاي اي 1 زائد الاي اي 2 زائد الاي اي 0 برضه الاي بي اي بي الاي بي 1 الاي بي 2 الاي بي 0 الاي سي نفس الكلام. لان يعني الدائره الكهربائيه قلتكم قبل كده حتى في سنه اولى معرفه بالفولت والتيار، طالما عرفت فيها الفولت والتيار اصبحت دائره كهربائيه. نبص للثلاث معادلات. انا عندي 3 ايكويشنز ثلاث معادلات في كم مجهول؟ لا ما حد يرد عليه. شباب ثالثه دكتور هو كده نعم 9 مجاهيل 9 مجاهيل جود فعلا، لان انا عندي في اي 1 مجهول والفي اي 2 مجهول والفي اي 0 مجهول. اذا في المعادله الاولى في 3 مجاهيل وانا عندي 3 معادلات يبقى اذا في 9 النوز، وبالتالي 3 equations in 9 النوز. ينفع الحل؟ ها ينفع الحل؟ لا دكتور كده ما ينفعش. نعم كده ما ينفعش نحلها عشان ما ينفعش الحل. عدد المعادلات لا يساوي عدد الملايين، اذا الرياضه الكونيه ما ينفعش الحل. طب ايه المطلوب مني بقى؟ ان انا اخلي عدد المعادلات يساوي عدد الملايين. ده اللعب اللي هنشتغل عليه دلوقتي وارجو ان كل واحد يفكر كويس معايا. يعني انا دلوقتي عايز احتفظ بالثلاثه ايكويشنز وعايز اجيب ثلاثه انوز، يبقى اذا عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل احل وابقى زي الفل اقدر اجيب الباقي بسهوله، اقدر اجيب كل حاجه بسهوله. طيب لو انت فكرت معايا لو خدنا الفيزا الاولى اللي هي الفيزا ايه؟ اس ريفرنس. يعني الديتم بتاعي كان بالظبط فاكرين في البريولك اما كنت بقول له خد البيس في مكان ما وانسب الدايره الى هذا البيس، فاكرين ولا لا؟ يا دكتور تمام. ها؟ دكتور فاكرين في البريولك لما كنت بقول له خد البيس في اي مكان وانسب الدايره الى هذا البيس؟ صح؟ تمام. فاكرين يا شباب ولا لا؟ يا دكتور تمام. طيب دلوقتي انا هاخد الفيزا الاولى فيزا ايه از ا بيس، بمعنى ان هي ريفرنس بالنسبه لي الريفرنس بالنسبه لي. يبقى الفيزا ايه بمكوناتها؟ في اي 1 في اي 2 في اي 0. يعني اذا انا هلعب على الثلاثه النودز اللي عندي هي عباره عن اي 1 وبي 1 واي 2 واي 0. فانا النودز اللي عندي هتكون عباره عن اي 1 A2 A0. طب ازاي بقى ان انا اجيب اللي هو B1 من A1؟ B1 من A1 هناخد حاجه اللي هو عباره عن السيكونس اوبريتور. ده اللي تركز معاه قوي في الحته دي، السيكونس اوبريتور يعني ايه؟ او سيكونس اوبريتور نشرحه. خلينا في المعادلات انا ماشي. انا ممكن اكتبه فوق كده، معلش اشيل الجزء ده. وكتب الكلمة اللي هو سيكونس اوبريتور. سيكونس اوبريتور اللي احنا بنسميه ايه؟ السيكونس اوبريتور ده ايه؟ انا مش عايز امسح المعادلات اللي انا عاصمها. السيستم السيكونس اوبريتور اللي هو ايه؟ ده مقدار عبارة عن ايه؟ ايه بيساوي واحد مع زاويه 120. يعني سعادتك لو عايز تسر الايه او مقدار واحد زاويته 120. خلاص؟ طيب يعني بالنسبه ل 100 بالايه؟ طب لو انا عايز اربع اجيب اسكوير، يبقى الاسكوير كده اسكوير يساوي واحد بزاويه 240. ايه تكعيب؟ ايه تكعيب؟
واحد وزاوية 360 يعني واحد. ايه قصة 4 معناها ان انا في التاني وبعدين راجع ايه؟ ايه قصة 4 تساوي ايه؟ هكمل تحت اللي جاي كده. وايه ايه كونجكت هتساوي ايه سكوير؟ فعلا ده صح. لو انت ساعدتك ايه عملت الكونجكت بتاع ديت يعني معناها ناقص 120 وهنا ايه ب 240 او ناقص 120. واحد زائد اي زائد اسكوير هيساوي زيرو. ده مهم جدا عندي. واحد زائد اي زائد اسكوير هيساوي زيرو. يبقى نبص بقى للحته المهمه اللي انا ايه عملتها. سيكونس اوبريتور اللي هو انا كتبته لك لو انا عايز ارسمه لك ارسمه لك دلوقتي. السيكونس اوبريتور اللي انا اخترته هيعمل لي تيرم للفي بي والفي سي بمكوناتها الى الفيزيكي. يعني ده الجديد بقى. ده هيعمل لي تيرن بحيث ان انا اجيب ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل هو الاوبريتور A. الاوبريتور A اللي انا بقول لك عليه هو عباره عن واحد مع زاويه 120. يعني لما احب ارسمه اهو واحد ده لو انا بتكلم عنه اللي هو A اهوت ده A وده اسمه ده اللي هو واحد طبعا. والزاوية بتاعته 120. فالأوبريتور A بيساوي الماجنتيود واحد مع زاوية 120. اسكوير واحد مع زاوية 240. إيه تكعيب واحد مع زاوية 360 يعني أنت اللي جاي في تلات من الأصل يعني جاي لي واحد. إيه قصة 4 عليه من تلات تاني؟ كأنك بتساوي إيه؟ إيه كونجكت بتساوي اسكوير؟ واحد زائد إيه زائد اسكوير بتساوي زيرو. لازم تبقى عارف الكلام ده وتحفظه كده. طيب الكلام ده بولر. لو انا حبيت اجيب الـ A او الـ سكوير الكالكولا يعني الكوزين والصين بتاعته الاقي كده بص الـ A الـ A بيساوي لي ناقص نص بلس G كسر 3 على 2 يعني G 4.866 سكوير دي ناقص نص ناقص G 4.866 ايه 6 سنتي. ده بنلم معلش معذره في السنتي. فانا دلوقتي لو بتكلم على الريكتانجولار فورم يبقى انا بتكلم على ايه تدينا ناقص نص واعملها على الاقل حسب. براس جي كسر 3 على 2.8 6 سنتي. سكوير ناقص نص براس جي 4.8 6 سنتي. ده بالنسبه للريكتانجولار فورم. البولر الـ A 1 زاوية 120 سكوير 1 زاوية 240 كده كعبة 1 وزاوية 360 يعني 1 A قصة 4 A A كونجكت سكوير 1 زائد A زائد سكوير تديني 0. حفظت الكلام ده ولا لا؟ لازم تعرف الكلام ده حالا دلوقتي ان احنا هنشتغل عليه. عارفين الكلام ده يا شباب ولا عارفين الكلام ده؟ ها؟ تمام نعم تمام. فانا دلوقتي انا بتكلم اللي هيعمل لي تير للفي بي والفي سي ودهولي لحد الفي اي بحيث ان انا اطلع ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل هو الاوبريتور اي. يبقى الاوبريتور اي هو اللي بيعمل لي تير لهذا الكلام. تعريفه انا عندي كلمه اي 1 زاويه 120 سكوير 1 زاويه 240 اي تكعيب 1 زاويه 360 يعني 1 اي قصه 4 يعني انت بدات تاني بايه؟ ايه كونجري بسكوير 1 زائد ايه زائد سكوير بيساوي 0. الريكتانجولار فورم بتاع الايه ناقص نص بلس جي 0.66 سكوير ناقص نص بلس جي 0.866. طب تعالى بقى نشوف هنعمل. بص على البوزيتيف سيكونس. بص على الرسمه بتاعت البوزيتيف سيكونس اللي انت كنت راسمها معايا. انا اول ما بدات معاك في اي 1 بعدين في بي 1 ب 120 يعني بعدين 120 ثانية في سي 1. انت واخد الدوران بتاعك من اليمين للشمال يعني انت عديت خدت الفي اي 1 وبعدين 120 الفي بي 1 وبعدين 120 ثاني الفي سي 1 وبعدين رجعت للفي اي 1. طب يبقى الفي بي 1 متاخره عن الفي اي 1 بكام؟
120 لا ايه ده بقول متاخره انت معلش انا بدات بالفي اي 1 وبعدها الفي بي 1 هي قطعت عندي انا ولا عند الكل ولا مفيش صوت يا دكتور مفيش صوت طب حد يتواصل مع الدكتور لو حد معاه رقم او كده لا هو ما قفلش الميكروفون هو كان التسجيل وقف تحت الأرقام كانت سدت تقريبا اتقطع عنده ممكن النور قطع الله اعلم حد يرن عليه يعني شوف لو حد معاه رقم ده المحاضرة خلصت ولا ايه بالظبط؟ لا يا اسطى النت قطع بس عند الدكتور او في مشاكل حصلت عنده خلاص يا شباب بس معلش معذرة ماشي
شكرا يا شباب معايا؟ سامعينك يا دكتور. معلش معذرة لأن انفصل. طيب نرجع بقى لتاني شغلنا. أنا قلت لك إن أنا هستخدم الأوبريتور إيه على أساس إن هو يعمل لي تير للفيزا بي والفيزا سي للفيزا إيه، يعني أنا واخد الفيزا إيه بس ريفرنس وبعد كده إن أنا هعمل تير للبي وسي. طيب إذا أنا هاخد A1 و A2 و A0 هم عبارة عن الأنونز، وبالتالي عايز ألاشي B1 و B2 و B0 و C1 و C2 و C0، يعني ما يظهروش معانا غير خمسة. لو بصينا على البوزيتيف سيكونس، بقول لك نبص على البوزيتيف سيكونس، هلاقي إن أنا كاتب الـ BA1 في الرسمة، وبعدين 120 الـ BB1، وبعدين 120 الـ BC1. هلاقي إن من البوزيتيف سيكونس، ركز معايا تكتب كده from positive sequence ان ال VB1 بتساوي square في ال VA1، يعني تكتب معايا كده from positive sequence ان VB1 equal from positive sequence، اشيل انا الجزء دوت اشيل ده خالص تحت كده وده هنا كده، هتكتب لك from positive sequence from positive sequence، هكتب لك كده from positive sequence ال VB1 يساوي S square ال VA1 و ال VC1 يساوي A في ال VA1 A from negative sequence ال V2. خد بالك من النيجاتيف سيكونس، لما اتكلم دلوقتي انا اتكلمت عن بوزيتيف، روح على الرسمه بتاعت النيجاتيف هتلاقي انا كاتب لك ال VA2 وبعدين C مع 120 C2 وبعدين B2. اذا ال B2 هي المتاخره عن ال A2 ب A ل 120، يبقى ال VB2 هتساوي A في ال VA2 و VC2 بتساوي S2 VA2. طب from 0 طبعا ما فيش نقطة خالص، from 0 sequence طبعا احنا لما اتكلمنا عن 0 sequence دول عبارة عن ثلاث كميات متساويين في المقدار والفيز شيفت 0. إذا ال VA0 تساوي ال VB0 تساوي ال VC0، يبقى ال VA0 سيو في بي 0 سيو في سي 0 او 0. يبقى انا اديتك اللي هي البيانات. بص يا جميل، تعال بقى نعدل في الثلاث معادلات. سعادتك يا رب، تعال نعدل في الثلاث معادلات. اول معادله كما هي، اول معادله كما هي بس هسميها المره دي 4. اول معادله كما هي واسميها 4. تاني معادلة احنا اتفقنا ان انا هتكلم عن ال VA1 VA2 VA0 اول معادلة الكاميرا. تعالى بقى نبص لل VB1، VB1 بتساوي ايه لل A1 from positive، هلاقي ال VB1 بتساوي S square VA1، فهشيل B1 واحط مكانها S square VA1. نروح على اللي هو ال VC1 أصبحت بتساوي إيه؟ عبارة عن عبارة عن A في ال VA1. نروح على النيجاتيف سيكونس، ألاقي ال VB2 بتساوي إيه في ال VA2 نيجاتيف سيكونس، يبقى أنا هحط من هنا عبارة عن A في ال VA2
وهنا بطبيعة الحال حط اس سكوير في اي 2 وطبعا ده هنا في اي 0 بيساوي في بي 0 بيساوي في سي بلاقي اي 0 اي 0 يبقى المعادلة احنا كتبناها بالصورة الجميلة في اي 1 في اي 2 في اي 0 بص للمعادلات الجديدة بعد ما دخلت الاوبريتور A سواء من البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس ظهر عندي المعادلة 4 و5 و6 ظهرت عندي المعادلة 4 و5 و6 بص للمعادلة 4 و5 و6 هتلاقي ثلاث معادلات ثلاث معادلات اهو في ثلاثة انونز اللي هو A1 A2 A0 فأنا عندي المعادلة الأولى الأربعة المعادلة الثانية خمسة المعادلة الثالثة اللي هي ستة 3 equations في ثلاثة unknowns في A1 و A2 و A0 لو حبيت أكتب الكلام ده في صورة matrix فأنا بص كده في صورة matrix هتم جاي كاتب كده الكل من الأولانة ال VA بعدين ال VB وبعدين ال VC ده كل من الأولانة يساوي هتبني جاي دهوت كاتب عبارة عن ال VA1 وال VA2 وال VA0 ده كل من الأخير نبص بس الكل من الأولين هنا A و B و C دول عبارة عن Unsymmetrical Components يبقى ال VA وال VB وال VC دول عبارة عن Unsymmetrical Components Symmetrical components. خلاص؟ طيب A1 و A2 و A0 دول symmetrical. دول symmetrical components. يبقى إذا A1 و A2 و A0 symmetrical. A و B و C unsymmetrical. إيه اللي بربطهم؟ ايه اللي بيربط السيمتريكال بالانسيمتريكال وعبارة عن الاوبريتور دي نبص بقى في الماتريكس دي عبارة عن ثلاث صفوف في عمود وهنا ثلاث صفوف في عمود ده كله اذا المصفوفة اللي هنا 3 في 3 3 في 3 بس القيم بتاعتها هي عبارة عن الاوبريتور دي يعني اللي انت لو وصلت هتلاقي القيم بتاعتها عبارة عن الاوبريتور دي ناخدها واحدة واحدة الصف الاولاني في العمود الاخير الصف الاولاني في العمود اللي انت شايفه يبقى ال VA مكوناتها عباره عن ال VA1 ال VA2 وال VA0 وانا احط الصف ده عباره عن محايد واحد 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 الصف بتاعك ده لما تيجي تقول ال VA كمعادله الصف في العمود يبقى VA1 VA2 VA0 طيب ال VB مكونات احنا قلنا عبارة عن ايه؟ اسكوير في ال VA1 اسكوير بعدين ايه؟ بعدين واحد تعال على طول اعكس تحت يبقى ايه؟ اسكوير واحد لازم تعرف الكلام ده كويس قوي يبقى لازم تعرف الكلام ده كويس قوي يبقى المصفوفة اللي ظهرت عندك الجديدة انا ربطت دلوقتي الانسيمتريكال كومبوننت بالسيمتريكال عن طريق المصفوفة اللي هي فيها الكوبريتور فقط اللي هو سواء A أو A سكوير المصفوفة دي لو عملت لها انفيرس لو عملت لها انفيرس على الكمبيوتر طبعا ممكن اطلب منكم هذا البرنامج ان انت طبعا في الماتلاب عادي خالص لو قلت لك والله خلي لي لو سمحت ان ال VA1 وال VA2 وال VA0 هو هم اللي في الرايت سايد يعني في الـ في الليفت سايد في الليفت سايد وهات لي ال VA وال VB وال VC في الرايت يعني معناها المصفوفة اللي قدامك دي هتجيب لها الانفيرس بتاعها طبعا لو انت عايز تجيبها على الكمبيوتر دي عبارة عن كومبلكس نمبر الصف الاولاني اه والعمود الاخير ده عبارة عن محايد لكن انا عندك ايه وعندك ايه سكوير ايه كومبلكس لانها 1 يساوي 120 سكوير 1 يساوي 240 يعني عندك ناقص نص بلس جي
اللي هو اس 23 يعني او بوينت 6 اي او بوينت 266 وعندك سكوير ماينس نص برضه ماينس جي او بوينت 66 فده كومبلكس تقدر على اللي هو المكان وتدخله الصف والعمود ويعمل لك الانفرس الثاني. لو انت عايز تعملها حسابيا بسيطه قوي انا ممكن اعملها لك بطريقه ظريفه. ارجع للمعادله بتاعتك اللي هي اللي احنا كتبناها معادله 4 و5 و6 بص نكتبها من جديد لو انتوا عايزينها. لو انا عايز اجيب اللي هو السيمتريكال هي اللي في الطرف اليمين والان سيمتريكال سوري السيمتريكال اللي هو في الطرف الشمال والان سيمتريكال اللي هو في الطرف اليمين. بص للمعادلات تاني تحت كده نروح تاني للمعادلات تحت من 4 و 5 و 6 احنا كنا بنقول ال VA يساوي ال VA 1 زائد ال VA 2 زائد ال VA 0 المعادلة كانت رقم 4 معادلة رقم 5 VB كانت A سكوير في ال VA 1 زائد A في ال VA 2 زائد ال VA 0 السلام عليكم. معلش انا في المحاضرة دلوقتي بس استنى معلش. طيب يا باشا قلت لك كنت بقى معاك على كده. طيب شوف الدكتور المحاضرة ماشي. يبقى المعادلة رقم 5. يبقى المعادلة رقم 5 عندك عبارة عن ايه؟ ال في بي اسكوير في بي 1 زائد في في بي 2 زائد في بي سي. ال في سي A في ال VA1 زائد A سكوير في ال VA2 زائد ال VA0 معادلة رقم 0. بص يا جدع خلي المعادلة رقم 1 زي ما أنت عايز تحل بدل ما تجيب الفيرس كل المعادلة رقم 5 اضربها في A multiply equation number 5 in A يعني كل المعادلة رقم 5 دي اضربها في A ومعادلة رقم 6 اضربها في A سكوير. يلا مع بعض كده معادلة رقم 5 هضربها في A ومعادلة رقم 6 هضربها في A سكوير وليه بقى؟ يلا بقى يبقى انا هضرب معادلة رقم 5 في A فالتعديل بتاعت A في B A في A في A تنقلب في A تكعيب A في A في A سكوير عبارة عن A في ال VA B0 في ال VA0. طيب المعادلة رقم 6 ضربها في سكوير يبقى هنا سكوير وهنا سكوير في A بـ A تكعيب وهنا سكوير في A سكوير بـ A أس 4 بـ A A أس 4 أصبحت بـ A A وبعدين هنا سكوير ونشطب ده اكتبها لك بالراحه عشان ما حدش يقدر. اصبحت هنا عباره عن اي سكوير في الفي اي سي اجمع بقى وديت اي اس 4 اي اس 4 اي اس 4 بتساوي اي فديت اي اس 4 اصبحت باي باي اجمع السمشن بتاع الثلاث معادلات هتلاقي واحد ايه تكعيب واحد ايه تكعيب واحد ايه تكعيب مره تاني سواء واحد ايه تكعيب واحد ايه تكعيب واحد يبقى اصبح ال في اي زائد اي في ال في بي زائد سكوير في ال في سي بتساوي ده اللي هو الليفت سايد بتساوي واحد وهنا واحد وهنا واحد ثلاثه في اي 1 وهنا واحد وهنا سكوير وهنا A 1 زائد A سكوير ب 0 زائد 0 وبعدين 1 زائد A زائد سكوير ب 0 زائد 0 يبقى معناها ان انا بطلع ان 3 B في 1 بتساوي عباره عن V A زائد A في V B زائد A سكوير في V C بمعنى ان V A 1 يساوي توت V A
زائد اف في بي زائد اس سكوير في البي سي. ده مهم جدا. معركه رقم 7 مهمه جدا. يعني انا لما اقول لك هات البوزيتيف سيكونس بتاع الفولت او بتاع التيار، ركز مع بعض القوانين دي مهمه جدا. هات البوزيتيف سيكونس بتاع التيار او بتاع الفولت، تقول والله ال في اي 1 بيساوي 12، ال في اي زائد اف في بي زائد اس سكوير في البي سي. مع الوضع في الاعتبار ان ال اي عباره عن 1 بيساوي 120، اس سكوير عباره عن 1 بيساوي 240. يبقى انت ساعتك تقدر تجيب السيمتريكال كومبوننت بتاع دلوقتي اللي هو البوزيتيف سيكونس بتاع الفولت. الو السلام عليكم. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام. في حد معايا بس؟ انا كنت عايز اقابل حضرتك. نعم كنت عايز اقابل حضرتك. مين اللي معايا بس؟ انا كنت عايز اقول اهو. طيب بعد المحاضره. خلاص انا هسلمك على انت ان شاء الله. انا عندي بعد المحاضره في اجتماع استدلال واجيب لك على طول. الساعه كام كده؟ ممكن تقابلنا عند الدكتور معتز 2:30. دكتور معتز؟ نعم. يبقى انا دلوقتي اصلا انتوا سنه ثالثه معانا ولا لسه؟ الشباب ثالثه. اه دكتور معاك. يبقى انا دلوقتي لو انا ركز معايا، لو انا عايز اجيب البوك كبوزيتيف سيكونس او التيار، نركز مع بعض كويس، او التيار كبوزيتيف سيكونس، يعني مثلا قلت لك احسب البوزيتيف سيكونس بتاع التيار، تقول الاي اي 1 يساوي تلت الاي اي زائد اي في الاي بي زائد اس كور في الاي سي. ده هو التيار. طب احسب الفولت، يبقى ال في اي 1 بيساوي تول في اي بلس اي في البي بي بلس اس كور في البي سي. ده اللي هو اول كومبوننت جبتها كسيمتريكال، يعني جبت السيمتريكال على الشمال اهو مضروب في اللي هو طبعا او جمع اللي هو سيمتريكال مضروب في الكومبوننت. نيجي على النيجاتيف سيكونس، هبدل بدل ما كنت بضرب المعادله رقم 5 في اي لا هضربها في اس سكوير، والمعادله رقم 6 هضربها نثبت 4 والمعادله رقم 6 اضربها في، يعني هعمل عكس. بدل ما كنت بضرب المعادله رقم 5 في اي لا هضربها في اس سكوير، والمعادله رقم 6 بدل ما اضربها في اس سكوير بضربها في، يبقى هعمل كالاتي. هقول مالتي باي دي في اس سكوير ودي في اي. طب تعالى يبقى هنا اس سكوير وهنا اي، نروح على الجزء الثاني. كان هنا مكتوب اس سكوير في اس سكوير بإيه؟ فأصبحت إيه؟ وهنا كان معمول إيه؟ في إيه في اس سكوير؟ لو أنتم فاكرين في إيه؟ هنا واحد زي ما بيجيش المال. هنا كانت أصلاً إيه؟ مضروبة في اس سكوير في إيه تبعين. أنا بتكلم عن معادلات في الأول. وبعدين هنا كانت اس سكوير مضروبة في إيه تبعين. وبعدين دي أصبحت اس سكوير من إيه؟ جمع يا عم المعادلات، جمع المعادلات. يبقى انا عندك الفي اي زائد اس كور في البي بي زائد البي في البي سي. تبص على اول ترم، اول ترم عندك هنا ده اي 1 واي واي سكوير بزيد 1 زائد اي زائد اس كور بزيد 1 اي تكعب 1 واي تكعب 1 يبقى 3 في اي 2 1 اس سكوير اي بزيد. يبقى هيظهر لك كده هنا هيظهر لك كده تلقائي ال في اي 2 واخد بالك كده بالظبط كده سوى العين في الصفورة هيبقى عندي في اي زائد اس سكوير في البي بي زائد اي في البي سي يساوي 3 في اي 2. بمعنى ان ال في اي 2 يساوي 12 في اي زائد اس سكوير في البي بي زائد اي في البي سي. المعادلة رقم 8 بص اضرب مع المعادلات اللي هو الاصل خالص اجمع، ركز معايا، اجمع المعادلة 4 و5 و6 بدون ضرب في الاصل خالص، انك تبارك الاصل بتاعها كده خالص دول ضرب خالص. كانت هنا عباره عن اس سكوير وكان هنا ايه؟
كان طبعا هنا انتم عارفين مفيش حاجه، وهنا عباره عن كان ايه واس سكوير، وبرضه ما كانش داخل اصلا خالص لاصل المعادلات. اجمعهم مع بعض هيديك في ايه بلس في بي بلس بي سي. اول ترم هنا في الرايت واحد اسكوير ايه بي سي طار، واحد ايه اسكوير تالت ترم طار، واحد 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 يديني ثلاثه بي اي سي. فاول حاجه بدوس صعبي كويشنز نمبر 4 5 6 هيديني كالاتي، ان ال في اي 0 بيساوي تولت حصل الجامعة في اي زائد الفي بي زائد الفي سي معادله رقم 9. يبقى نبص للمعادله رقم 7 معادله رقم 8 معادله رقم 9 مهم جدا. نبص على المعادلات يا شباب، معادله رقم 7 معادله رقم 8 معادله رقم 9، هلاقي رقم 7 بتجيب البوزيتيف سيكونس سواء فولت او تيار، عبارة عن ايه؟ في 1 بيساوي 2 في اي زائد ايه في بي بي زائد اس في بي سي. معادلة رقم 8 في اي 2 ده النيجاتيف بيساوي 2 في اي زائد اس كوير بالتالي في البي بي زائد ايه في بي سي. معادلة رقم 9 اه الزيرو سيكونس بيساوي 2 حصل جمع في اي زائد في بي زائد بي سي على طول ما فيش الاوبريتور خالص. يبقى اذا سعادتك انا بتتكلم سواء بتتكلم على الفوكت او التيار المعادلات دي في غايه الاهميه. فساعتها كان بقول له احسب كده احسب الزيرو سيكونس كار، ركز معايا في المساله. كالكوليت ذا زيرو سيكونس كار، تقول له الاي اي زيرو يساوي ثلث الاي اي زائد الاي بي زائد الاي سي. مطلوب من حضرتك بس تحسب الثلاثه فيس كارتس تجمعهم مع بعض تحسبهم على ثلاثه يديك الزيرو سيكونس. طيب لو انت بتتكلم على نيجاتيف سيكونس كار يبقى تولت الاي اي زائد اي سكوير اوبريتور دخل معاك في الاي بي زائد اي في الاي سي. احسب البوزيتيف سيكونس كار بتولت الاي اي زائد اي في الاي بي زائد اي سكوير في الاي سي. حفظنا الكلام واحنا قاعدين. لو حطيتهم في ماتريكس في صوره الماتريكس ممكن نحطهم لك في صوره الماتريكس. بص معايا الماتريكس في صورة الماتريكس فورم. أنا هكتب على الشمال أهو ده عبارة عن كده الـ VA1 اللي هو السيمتريكال بقى، الـ VA2، الـ VA0. المرة اللي فاتت كنا كاتبين هنا الـ VA والـ VB والـ VC، لا ده أنا بكتب السيمتريكال لازم أحط التولت، أصبح التولت مشترك. وهنا أحط الفورم بتاعها عبارة عن الـ VA الـ VB الـ VC. وده الماتريكس الجديده اللي انت كنت هتجيبها من الانفيرس، اللي انت كنت هتجيبها من الانفيرس. اما ساعتك تقول لي VA1 ده المعادله بتاعت تولد الـ VA يبقى واحد، وبعدين ايه في الـ VB؟ ايه؟ وبعدين ايه سكوير؟ معادله رقم 2 VA2 نيجاتيف يساوي تولد التولد ايه؟ خلاص يبقى واحد اسكوير ايه انا هتبدل على طول في اي زيرو يبقى واحد واحد واحد. ارجو ان انت هنحفظ الكلام ده كويس قوي. نبص على الماتريكس الجديده، يبقى سعادتك جبت على الشمال سيمتريكال كومبوننت، جبت على اليمين ان سيمتريكال كومبوننت، حط مكانها الطياره. يعني الاي اي 1 والاي اي 2 والاي اي 0 يساوي تولد الماتريكس اللي قدامك في الاي اي والاي بي والاي سي. فانا دلوقتي كاني بشرح كله، وبالتالي يبقى المصفوفه بتاعتنا اللي تربط السيمتريكال بالان سيمتريكال سواء كان فولت او تيار، المصفوفه الجديده عباره عن تولد، وبعدين عندك واحد واي واي سكوير واحد واي سكوير واي واحد واحد واحد. دي المصفوفه دي كانت هتيجي اصلا من اللي هو الانفيرس، يعني انت بتعملها على الكمبيوتر يطلع لك الانفيرس هذا الكلام. فاهمين يا شباب ولا لسه؟ اللي معايا نبدا ايه رايكم في الموضوع؟ الموضوع كويس ولا ايه؟
هو الـ VA والـ VB والـ VC دول بيبقوا مجاهيل صح؟ الـ VA ده الفولت بتاع الفيزا الأولى والفولت بتاع الفيزا الثانية والفولت بتاع الفيزا الثالثة. جميل؟ ساعات لما تحسبهم انت عندك المصفوفة دي معروفة، يعني المصفوفة دي النون معروفة بالنسبة لك، يعني لما تقول واحد واحد معروف، الـ A معروف زاويته كام، واحد زاويته كام 120، الـ A سكوير واحد زاويته كام 240. إذا المصفوفة دي معروفة. لو انا حبيت اجيب السيكونس اللي هو A1 وA2 وA0 لازم اجيب من الاول اجيب الـ A والـ B والـ C، صح ولا لا؟ تمام. اذا حضرتك هتحسب مين؟ اذا كان الـ VA والـ VB والـ VC جيفن عندك، كل ما في الموضوع اللي انت بتحب تضرب في المصفوفه او في القانون العام لو انت بتجيب عدد المصفوفه. الكلام ده هنبص عليه في مسائل هايفه وبعد كده هندخل نستخدمه بصوره يعني قوية شوية. يعني هنكمل مثال كده في الأول بسيط وبعد كده ندخل إيه على شغلنا جدا. ولكن هو البداية من الأول خالص. عشان برضه اللي دخل بس يعني متأخر شوية. البداية هو إن أنا عندي في شابتر اللي هو 6 وشابتر 7 اللي أنا اتكلمت عليه في بداية المحاضرة. بعمل دراسة مستوفاة لجميع أنواع الشورت سيركت. سواء كان سيمتريكال او انسيمتريكال. وكلمه سيمتريكال يعني انا عندي شورت سيركت حصل على الثلاثة فيز. كنت قاعده كده. شورت سيركت حصل على الثلاثة فيز. وبنسميه ده سيمتريكال وبعد كده هقول لك ده اخطر. واحنا بنستخدمه واستخدمتوه انتوا كده قبل كده في البروتكشن. اما ما اعرفش انتوا بتعملوا ديزاين للسيركت بريكرز وريليز وحاجات ما اعرفش خطورة ده. ولكن هو يستخدم في هذه الحاله ان انا اعمل ديزاين السيركت بريكرز والريليز في حاله الثلاثه في الشورت سيركت. طيب ده بسميه سيمتريكال ان انا جيت على الثلاثه مره. انسيمتريكال معناها ان انت خدت فيزا توصلت بالارض في ستيم مع بعضهم في ستيم بالارض ده انسيمتريكال. وبعدين في منه اللي هو الشنط زي ما قلت لك والسيريز يعني هنشرحه في حين. فاذا انا لما اجي اعمل تحليل للانواع دي يعني في شيء من الصعوبه شيء ما اقدرش اقول لك ان هو ما اقدرش لا اقدر ولكن في شيء من الصعوبه. مين اللي بيسهل لي هذا الكلام؟ شابتر 5 وهي عباره عن سيمتريكال كومبوننت. كلمه سيمتريكال كومبوننت يعني كميات متماثله. اذا وظيفتها هي عباره عن طريقه رياضيه لحل مشاكل الانبالانسد ثلاثة فيز. يبقى هي تعريفها كده بالعربي هي عبارة عن ماثماتيكال تولز طريق ماثماتيكال تولز طريق رياضية فور سولفينج ها بروبلمز اوف انبالانسد ثلاثة فيز. يبقى دي الوظيفة بتاعتنا. طيب ايه اللي بعد كده؟ إذا مطلوب مني انا عندي ثلاثة فيز عندي ثلاث كميات لازم اجيب ثلاث كميات متماسكه. فرحت على البوزيتيف سيكونس ده اول كميه، نيجاتيف سيكونس ثاني كميه، زيرو سيكونس ثالث كميه. جميل بقى عرفت الثلاث كميات اللي انت جايبها قدام. البوزيتيف سيكونس عباره عن 3 فيز ايكوال في ماجنيتيود يعني القيمه بتاعته ماجنيتيود واحده مع في الشيفت كام 120 خلاص. ويطبقوا الاوريجينال سيكونس يعني انت في السيكونس التداول بتاعك الاصلي A B C. طيب يبقى البوزيتيف هيكون برضه A B C. طب الفرق ده من ده ازاي؟ انا حطيت الليم والواحد A واحد B واحد C واحد بدل بوزيتيف. النيجاتيف كلمه نيجاتيف اوبشن نيجاتيف عباره عن 3 فيسز ايكوال الماجنتيود. هل هيطبقوا الاصل؟ لا انت بتقول لي نيجاتيف. اذا كان الاصل A B C يبقى النيجاتيف عباره عن ايه؟ قدم بقى فيز A C B وبحط الليم والاثنين عشان اعرف ان ده عباره عن نيجاتيف سيكو فبسميه A 2 C 2 B 2. وبعدين الزيرو الكميه الثالثه زيرو سيكونس ثلاثه فيسورس ايكوال الماجنتيود ويز في الشيفت زيرو يعني الشيفت بينهم هو الزاويه بينهم زيرو يعني كانهم ثلاث خطوط متوازيه. خدت كل كميه من ثلاثه فيز وحملتها الى الثلاثه
طلعوا ثلاث معادلات في الساعة جايين، قلت ما ينفعش الحل، لازم ايه اعمل تيرم حاجة عشان اجيب ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. عملت التيرم بالكوليت والايه ده القسم الاول، وبعدين اتعمل هذا كده. انت شفت فاهمين ولا لا؟ ها دكتور، الاثبات ده علينا صح؟ نعم الاثبات ده علينا كله صح كده؟ انا مش سامع كلها جميل. بقول لحضرتك الاثبات ده علينا. الاثبات؟ اه يا دكتور. يا حبيبي احنا جايين الامتحان والاثبات دلوقتي. وانت تذاكر في الاخر اقول لك ايه النظر وايه الكون؟ احنا دلوقتي انت فاهمني ولا لا؟ لو مش فاهمني ده حاجه ثانيه، فاهمني يبقى لسه بدري في الكلام، صح ولا لا؟ ايوه تمام. احنا اول محاضره في الترم الثاني انا زعلتكم في الترم الاولاني اه ومخنوق منكم اه وبقول الكون رايح زي الزفت اه عشان انا مش شايفكم اه ممكن واحد يكون نايم على السرير دلوقتي وفتح لي النوت ده هيسجل المحاضره خلاص وكل عك عك. لان صراحه النتيجه زي الجبال، اما اقعد العب في النتيجه وانتم مش فاهميني ده حاجه يعني مهزله التاريخ، ما حصلتش معايا في اي سنه من السنوات. ما ينفعش، لازم نذاكر احنا في سنه ثالثه ونظم القوى الكهربائيه دي مهمه جدا. وكنت عايز يبقى في تفاعل معاكم كده عشان اقدر اخد بالي معاكم كده مش من ورا حجاب. يا دكتور بعد اذنك، حضرتك بتتكلم على الامتحان بتاع الترم اللي فات ده؟ امال انا الامتحان بتاع الترم الامتحان لا يا دكتور، الامتحان كان طويل جدا يعني مش حوار ان هو صعب ولا سهل، الامتحان احنا ما لحقناش نخلصه. ده جميل، مش مشكله في خلص الامتحان، لكن المشكله في الحال بعد. انا قعدت في نقعد نوقف الامتحان. الامتحان يا دكتور عم بس اسمعني اسمعني، الامتحان عباره عن مساله ده في الروم، مساله ده في الشورت. يا دكتور مساله اللونج خدت ساعه الا ربع. يا سلام والله صدقني خلصت معايا ساعه ساعه الا ربع بالظبط. بص يا باشمهندس، ما نكتبش الدكاعه بتاعتنا والدوشه بتاعتنا في ان انت ما مسكتش الحاسبه الحديد كويس. لو انت سلاح صدقني هتحل الامتحان ده مره ونص. طب بجد يا دكتور صدقني انا ما سبتش القلم في 45 دقيقه بالظبط. يا سيدي مش شرط تسيب القلم، انت تمسك القلم تبقى حاجه. لا قصدي الحل المتواصل خد 45 دقيقة بجد يعني. جميل، أنا طول الامتحان ما يهمنيش. لأن طول الامتحان عليا وعليك. صح؟ أكيد. وصعب جدا إن أنا ألاقي واحد ما حلش الامتحان كله وأجي أقول والله أنا أعلم إن الامتحان كله واخد الدرجة كلها. مش هبل لا. لو إحنا هنقيس بنقيس على مين اللي وصل بيه نهائي، مش النهائي في الريزلتس، إن هو حل الامتحان. بس أغلب الناس ما حلتش كله تقريبا يعني، أغلب الناس. يا ابني ما تحكمش في الغيب. اقصد افريج يعني يا دكتور. حبيبي حبيبي انا برضه لا اقول اما في طول الامتحان. كل هدفي ان انت حليت المسائل الصح والغلط. لو عندي خمس مسائل ممكن اخليهم لك اربعه. لو عندك اربع مسائل مع نظر ممكن اخليهم لك ثلاثه مع نظر. مش دي قضيتنا خالص. انا اديت درجات بالهبل بس لما اعمل ايه؟ وحظكم ومين على فكره اعمال السنه بتاعتهم طالع بالظبط يعني عشان الحق اتقال نسبتها 93 وكسر في المية. نسبة النجاح في أعمال السنة. بلطجة ما بعدها بلطجة. 93 وكسر في المية. يعني هنعمل إيه في أعمال السنة أكثر من كده؟ مفيش مجال لأن كل واحد بقى يعني عندها عشان محتاج جدعة شوية. وإحنا معاك بس مش معناها إن أنت تلقي اللوم على علينا كلنا، لا ما ينفعش. انا بقول لك الجدعان شويه في الترم الثاني وان شاء الله بص تلاقي نفسك جبت تقدير فيها، وده مهم جدا لان هي الماده عايز المجموعه اللي معايا زي كل سنه تشتغل كويس تلاقي معلومات كويسه. يا ريت يبقى في تفاعل معايا اقدر ادخل السكاشن، يا ريت حاجه جميله جدا نتفاعل مع بعض افضل. نشوف الماده عايز ايه لان الماده دي مهمه جدا برضه. المهم حتى الان انا تعرفت على السبيت دلوقتي انا عايز اشوف فاضل لي قد ايه عشان هبدا في جزء جديد وهو عباره عن الكومبلكس باور هجيبه كعلاقه بين السيمتريك كومبوننت. بص على بالنسبه للساعه بس الاول كده مش هقدر اكمل معاكم الا ان احنا واقفين المحاضره اللي جايه عشان خلاص الساعه 2 وثلث. للاسف من عمليه البث ما وقفت شويه عطل. اذا هي البدايه دلوقتي هنبدا ان شاء الله الاسبوع القادم في ان احنا نجيب اللي هو الكومبلكس بار 3 فيس كومبلكس بار
انتر كعلاقه اوف سيمتريكال كومبوننتس. طيب الثلاثة فيز كومبلكس بار احنا خلينا في البريود، يعني اس 3 فيز البريود لازم تكون انت عارف القانون بتاعها، هي عباره عن اس اي اللي هي التولد لو مش فاكرين، تولد اس اي بلس اس بي بلس اس سي البريود، يعني معناها تولد القانون خدناه في شهر 4، يعني معناها تولد افتح قوس الفي اي في الاي اي كونجكت بلس البي بي في الاي بي كونجكت بلس البي سي في الاي سي كونجكت. لو انت بصيت للايكويشنز دي تلاقيها عباره عن ايه؟ كلها ان سيمتريكال، يعني انت بتقول الفي اي والاي اي، في بي والاي بي، في سي والاي سي، لا انا عايز اجيب الفي اي 1 والفي اي 2 والفي اي 0 والاي اي 1 والاي اي 2 والاي اي 0. فان شاء الله في المحاضره اللي نقدمها هنشوف الكلام. حد عايز حاجه؟ قبل ما اخرج. شكرا شكرا يا دكتور. يلا سلام. وعليكم السلام.